من اخبارنا بقى المحليه نروح، ومتعودين طبعا في البيت الكبير ان يكون معانا اسطوره من اساطير النادي الاهلي، الرموز الرائعه اللي حققت انجازات كبيره جدا جدا مع النادي الاهلي. النهارده هنتكلم عن نجم صاحب اهداف صاروخيه، واحد من النجوم اللي تالقت في مركز الجناح اليمين. طبعا اكتشفه الرائع عبد البقال، وشارك مع جيل عظيم بقياده طبعا مايسترو صالح سليم. نجمنا النهارده هو الرائع رفعت الفناجيل. طيب من عشاق الأهلي ومنتخب مصر لا يعرف اسمه ولم يستمتع بأهدافه الصاروخية التي لا يمكن أن تسقط من الذاكرة مهما مرت السنون؟ إنه نجم النادي الأهلي ومدفعج الكرة المصرية الراحل رفعت الفناجيلي. ولد محمد رفعت محمود مصطفى الفناجيلي في الأول من مايو عام 1936 في محافظة دمياط، لكن بدايته مع الساحرة المستديرة بدأت من السويس قبل أن ينتقل للأهلي في موسم 1953-1954 على يد الكشاف الأسطوري عبد البقال. وتميز الفناجيلي باللعب في مركز الجناح المهاجم الأيمن الذي بزغ فيه في صفوف المارد الأحمر ومنتخب الفراعنة، وسجل الكثير من الأهداف التي لا تنسى. لعب رفعت الفناجيلي ضمن جيل من العظماء في تاريخ الأهلي، على رأسهم الأسطورة والمايسترو صالح سليم، وحصد خلال مسيرته بالقميص الأحمر 7 ألقاب للدوري الممتاز و6 ألقاب لكأس مصر. اشتهر بلقب المدفعجي، حيث كان يتميز دوما بتسديداته القوية والشديدة الدقة في نفس الوقت، كما كان صانع ألعاب بارع لا يشق له غبار. وكثيرا ما سجل وصنع أهدافا حاسمة لزملائه في الأهلي خلال الأوقات القاتلة من المباريات، ولذا منحته الجماهير لقبا آخر وهو المهندس، نظرا لتمريراته الهندسية البارعة التي تميزت بالحرفية والذكاء. أما على صعيد منتخب مصر فقد لعب الفناجيلي لأكثر من 15 سنة، شارك خلالها في 3 دورات أولمبية، وحصد المنتخب على يديه المركز الرابع في دورة طوكيو عام 1964، وكان سببا مباشرا في تتويج مصطفى رياض بلقب هداف الدورة بعد التمريرات الرائعة التي أهداها له. وبعيدا عن كل ذلك، يحتفظ رفعت الفناجيلي بميزة كبيرة، حيث تخصص في التسجيل في مرمى الغريم التقليدي الزمالك خلال مباريات القمة، وسجل في شباكه 7 أهداف منها هدف لا ينسى في مرمى الحارس الإيطالي السابق لأبناء ميت عقبة ألدو. وفي يونيو عام 2004 رحل رفعت الفناجيلي عن دنيانا بعد صراع مع المرض، لكنه رحل بجسده فقط، وبقي اسمه كأحد أفضل لاعبي الأهلي على مر التاريخ.